لو الحكاية فيها إن فيديو غش الدواء هل يسبب زي ما ساعات الدكتور صلاح سالم بدأ الدواء فيه سم قاتل؟ فعلا فيه سم قاتل إذا كان لا يخضع للتجارب والرقابة الدوائية الصارمة المقررة أو المعتمدة من وزارة الصحة. طبعا إحنا بنعاني كوزارة صحة أو كإدارة صيدلة إن هذا الموضوع الهام. وزارة الصحة تطلب تعاون جميع الجهات ممثلة في الزميل العزيز اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اللي أنا دايما على الاجتماعات وبنقعد كتير عشان نشوف إيه المشاكل اللي خاصة بغش الدواء، وأنا بحييه على الآلية الموجودة في الجهاز لحماية المستهلك. طبعا مع اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذا الموضوع مهم جدا، يبين إن إحنا الحمد لله في وعي مجتمعي خاص بهذا الموضوع. أنا يعني طبعا توصياتكم وقراراتكم واقتراحاتكم إن شاء الله هتكون محل التنفيذ في وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين. وأنا يعني يمكن أنا آسف إن أنا باخد المايك وأقول أشكرهم جدا على تعاونهم المباشر، لم ألجأ لهم في أي موضوع كبير إلا وتم التعاون التام بيننا أو حتى صغير، إنما التعاون مستمر جدا. مطلوب تعاون وزارة العدل في هذا الإيشو، لازم المنظومة تكون متكاملة في محاربة الغش الدوائي. يمكن أنا أسعدني الحظ إن أنا أتكلم مع الأستاذ دكتور حسن فهمي قبل الجلسة بعشر دقائق، بنتناقش بموضوع الفضائيات المنتشرة جدا اللي فيها إعلانات عن كل حاجة، سواء أعشاب لمعالجة أمراض، سواء أعشاب عن معالجة سكر، سواء أدوية عن معالجة جميع الأمراض اللي موجودة في الدنيا. فعايزين نشوف يعني آليات للسيطرة ومتابعة وضبط السوق الإعلان فيما يخص الإعلان الدوائي والإعلان. وأنا برضو أحب أضيف حاجة تانية يا جماعة بعد إذنكم، الإعلان الطبي، لأن أنا برضو ملاحظ إن قنوات فضائية كتير جدا فتح الباب للعلاج الطبي عن طريق القنوات الفضائية.